ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقراتنا المناورة. موضوعنا النهارده بجد موضوع مهم قوي ويهم كل حد، كل انسان مننا الحقيقه دايما معرض للاحباط والفشل. محدش بيفضل ناجح طول الوقت ولا حد بيبقى فاشل طول الوقت، لكن في حد بيبقى ناجح وبيقع ويقوم ويقع ويكمل تاني، وفي حد تاني لما بيفشل ويستسلم بيفشل خالص، بيستسلم خالص للواقع، بيترمي ويدبدب في الارض زي العيال الصغيره ويرمي اللوم على القدر او يرمي اللوم على الظروف او على اللي حواليه، وساعات على الحسد والعين، لكن اخر واحد بيلمي عليه اللوم هو نفسه. في الحقيقه ده وارد جدا ان كلنا نتعرض في حياتنا، خصوصا ان في تنافس تحديات كبيره في كل مجال في حياتنا سواء على المستوى الشخصي او المهني. فسؤالي النهارده اللي عايزه اساله لكل حد بيتفرج علينا، ازاي بتلاقي مصدر الالهام او النور اللي يقومك تاني بعد كل وقعه او احباط بيحصل لك في حياتك؟ بيتهيالي كلامك دلوقتي يا أميرة هيفكر كل حد بيتفرج علينا بموقف أو مشكلة أو أزمة كمان اتعرض لها في حياته وكانت سبب إنها تغير حاجة فيه، لأنه أنا مقتنعة تماما إن مفيش حاجة بتحصل بدون سبب. ربنا سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، ودايما ورا كل قصة حكايه بتتحكي علشان نتعلم منها. لكن ازاي بقى نتعلم الدرس او نكتشف الحكمه؟ ده اللي يمكن كان ورا سؤالك. الناس في الازمات بتتقسم لكذا نوع. النوع الاول والحقيقه انا يعني ما بحبوش خالص، وهو الناس اللي ما بتتعلمش ولو بالطبل البلد، يعني سبحان الله اتولدوا علشان يعملوا نفس الغلطه 15 مليون مرة، دول ليهم ربنا. لكن في نوع تاني بيتأثر بسرعة وبشكل إيجابي لما بيسمع أو بنسمع تجارب الناس اللي حوالينا ونقول ده فعلا اللي يسمع بلاوي الناس تهون عليه بلوته ويقول لك الحمد لله على النعمة اللي أنا فيها، فيقوم ويكمل حياته بطاقة جديدة. بالظبط هند. ويمكن النوع اللي انت اتكلمتي عنه ده انا بسميه شخص اتكالي شويه في الدعم، يعني انا مش كل لما هقع في مشكله في حياتي هدور على حد مشكلته اكبر من مشكلتي او ادور على حد يقول لي كلمتين حلوين عشان اقدر اكمل حياتي، لاني اول ما هقع مش هلاقي حد يقومني. عشان كده لازم انا وانتي وكل حد فينا فعلا يكون هو الداعم الاول والاخير لنفسه، تلجأ لنفسك وربنا طبعا اولا، وبعدين نبقى نشوف العوامل المساعده. ودي المشكله اللي بتواجه شباب كتير، دايما عندهم شك في قدراتهم، شك في ارادتهم، يعني يا دوبك اللي عنده يخليهم ياخدوا شهاده الثانويه، دايما معتمدين على حد تاني في نجاحهم وحياتهم. لكن الحياه بصراحه فيها كتير جدا، حاجات كتير جدا لسه ما شافوهاش، فلازم نتعود ان احنا لما نقع نقوم، لان ونبقى عارفين ان احنا لو ما وقعناش مش هنعرف عيوبنا، مش هنعرف مشاكلنا، بس نتعلم ان احنا لما نقع ما نيأس. صح، مع ان احنا كمان خلينا نقول ان احنا جيل ما شافش راحه من طفولته، كم الاحداث اللي بتحصل ما تفهميش كده، في حاله احباط متكرره عند اغلب الناس. والحقيقه انا مش دايما بحب اتكلم بلغه التنميه البشريه والكلام اللي هو متغلف بشريطه سلوفان، واقول ان الاراده هي سر النجاح وان انت لو مصدق والكلام ده كله، والاوقات كتير بيكون بعيد كل البعد عن ارض الواقع وعن اللي احنا بنعيشه في الحقيقه. لكن خليني اقول لكم النهارده ومعلش استحملوني ان فعلا إرادة، قوة إصرارك على حلمك، إيمانك بنفسك، إيمانك بربنا قبل كل حاجة إن هو مش هيضيع تعبك، هو اللي هيخليك تستحمل فشلك، هو اللي هيخليك تقوم منه في أوقات كتير جدا. النجاح طريق متكسر، النجاح طريق غير ممهد، طريقه كله طوب وزلط. أنت الوحيد اللي تقدر إنك تلاقي الطريق، وإن أنت تقدر تتعامل مع الزلط والطوب ده اللي هيقابلك، إنه زلط وطوب تزيحوا عشان تعرف تكمل. يا سلام يا استاذه هند، تسقيفه يا استاذه، تسقيفه الاستاذه هند. فعلا كلامك كله حلو، لكن علشان ما يبقاش كلام وخلاص احنا كالعاده بنحب نجيب شاهد على كلامنا. النهارده حبينا يكون معانا حاله خاصه وقصه نجاح جميله جدا ومؤثره، اللي من خلالها هتعرفوا ان كل حاجه بتحصل وراها حكمه، بس لو عندك البصيره هتقدر تكتشفها وتفهمها. اوعوا يفوتكم القصه دي وتسمعوا تفاصيلها معانا، ان شاء الله هتكون معانا بعد الفاصل وهتفرق معاكم كتير جدا، استنونا.